المرأة في الإسلام مع الدكتورة ديمة طهبوب. السلام عليكم. لابد ونحن نتحدث عن مكانة المرأة في الإسلام ومقارنتها بالحضارات الأخرى أن نطل على مصطلح بالغ الخطورة ونحن نستعرض تاريخ الحركة النسوية، وهذا المصطلح الذي تسلل إلى بلادنا وكان خاطئاً في ترجمته وبالتالي في الطرق التي يطبق بها هو مصطلح الجندر. والجندر ظهر هذا المصطلح لأول مرة في مؤتمر أو في وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان عام 1994، ثم وثيقة مؤتمر بكين عام 1995، وقد ترجم للأسف بشكل مضلل للعربية ليعني الذكر أو الأنثى، وهو ما نعرفه بالجنس، جنس الإنسان إما أن يكون ذكراً وإما أن يكون أنثى. ولنعود ونفهم المصطلح بشكل صحيح يجب أن نعود إلى اللغة التي ظهر بها. ومثلاً تعرف منظمة الصحة العالمية الجندر أنه المصطلح الذي يصف الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات اجتماعية لا علاقة لها بالاختلافات العضوية، بمعنى أن التكوين البيولوجي للذكر وللأنثى ليس له علاقة بالنشاط الجنسي الذي يمارسه أما الذكر أو الأنثى. وبحسب هذا التعريف يمكن للرجل أن يقوم بأدوار الأمومة وحتى أن ينجب، ويمكن للمرأة أن تقوم بأدوار الأب وأن تكون المرأة زوجة تتزوج امرأة من نفس جنسها، وبهذا قد تكون قد غيرت صفاتها الاجتماعية، وهذا الأمر ينطبق على الرجل أيضا. وحتى في الموسوعة البريطانية يعرفون الجندر هي شعور الإنسان بنفسه كذكر أو أنثى، وهذا لا يرتبط بالخصائص العضوية. وهذا المصطلح الذي نستعمله كيفما اتفق ونقول أنه يترجم إلى الجنس بمعنى الجندر هو الذكر أو الأنثى، وهذا أمر خطير والتطبيقات أكثر خطورة. أما عن الأفكار التي يطبق بها هذا المصطلح والتي تأتي مع هذا المصطلح، فيطالب الجندر بإعادة تفسير النصوص الدينية وما يسمى بتحديث الدين بما يتفق مع مفهوم الجندر وإلغاء أي إشارات دينية متحيزة. وقد نجحت الحركة النسوية الغربية في إصدار طبعة مصححة من العهدين القديم والجديد عام 94، تم فيها تغيير المصطلحات والضمائر المذكرة وتحويلها إلى ضمائر محايدة، بمعنى ليس هناك ذكورة ولا أنوثة وإنما ضمائر محايدة. وكذلك من تطبيقات مفهوم الجندر المساواة في الإنفاق على الأسرة، وبهذا يجب على المرأة أن تخرج لتعمل وتحصل لقمة العيش وتستقل اقتصاديا. وكذلك من تطبيقات هذا المفهوم المساواة فيما يسمى بالحرية الجنسية، ولا بأس بتعدد الخلان للمرأة إذا تعددت خليلات الرجل حتى في نطاق العلاقة الزوجية، وحتى لا يقول أحد أننا نفتري ونأخذ الأمور يعني بغير مفاهيمها، هذا موجود ومعروف في الغرب. كذلك من مفهوم أو تطبيقات هذا المفهوم أنه يحق للمرأة والرجل أن يكون بينهم مساواة في السفر والسكن، فتسكن المرأة لوحدها من دون عائلتها وتسافر دون إعلام زوجها أو ذويها. والأخطر أيضا، وهذا بات يتردد للأسف في مجتمعاتنا دون فهم لأبعاده، ما يتعلق بملكية المرأة لجسدها. وهذا عندما نقول ملكية المرأة لجسدها، طبعا المرأة تملك جسدها، ولكن ما تفسير هذا المفهوم الذي يعرف بالإنجليزية Your body is your own، تشمل حرية المرأة في ستر جسدها أو عدمه، حرية المرأة في علاقاتها الجنسية وإلغاء مفاهيم العفة والبكارة والشرف واعتبار الغيرة عاطفة برجوازية ووصاية مفروضة أو مرفوضة من الرجل على المرأة. كذلك هذا المفهوم وتطبيقه قد يؤدي إلى تغيير هياكل الأسرة والاعتراف بما يسمى أسر الالتقاء الحر التي قد لا يجمع بينها عقد زواج وقد تكون من نفس الجنس، وتقنين، وهذا ما حصل في الغرب، وتقنين أسر الشواذ والشاذات. كذلك قد يفتح المجال لما يعرف بالحرية الجنسية المسؤولة بين قوسين، ويتمتع بها كل الناشطين جنسياً، بمعنى من سن البلوغ أنت تعتبر ناشط جنسياً ذكوراً وإناثاً بشرط تأمين ما يسمى بالرفاهية الجنسية المأمونة من ثقافة جنسية وعقاقير طبية لمنع حدوث الأحمال غير المرغوب فيها
وتوفير الدعم الصحي والاجتماعي في حال حدوث الحمل أو الرغبة في إجهاضه، مع التأكيد على تأخير سن الزواج. لذلك إخواني وأخواتي الكرام المشاهدين، يجب أن نفلتر كل ما يأتينا من مفاهيم ولا نأخذها عفو الخاطر ومن ثم نستخدمها في خطاباتنا وفي لغتنا على أنها أشياء مقبولة. ما صنع في الغرب لا يمكن أن نأخذه ونلبسه وكأنه زي يصلح بكل المقاسات. ليس هناك أخطر من الاستيراد الاقتصادي إلا الاستيراد الثقافي. كل شيء يجب أن يخضع لدائرة الضوء والدين والشريعة. نأخذ ما يناسبنا والحكمة التي تناسبنا ونترك غير ذلك. أنهي معكم هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرأة في الإسلام.